بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي الذين يتابعون هذا التسجيل، وأحيي عبركم شعبنا العظيم، ذلكم الشعب المعلم الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والفداء. واليوم هذا التسجيل نعتذر أولا على التأخير الذي حدث والذي كان خارج إرادتنا، ونقول بأننا بإذن الله سنلتقي في يوم الثلاثاء القادم في 8:30 لنتحدث مطولا ونتحاور حول مختلف القضايا. وأود في هذه الكلمة الترحيبية القصيرة أن أوجه رسالة لإخواني وأخواتي قيادات المؤتمر الوطني ولأبنائي وبناتي من عضوية المؤتمر الوطني وقياداته الذين ينتشرون في كل بقاع السودان. أقول لكم إن حزبكم الكبير إن كان قد فقد السلطة فإنه لا زال باقيا. حزبنا حزب فكرة، حزب إيمان حول مستقبل هذا الوطن. ولا تلتفتوا لكل من يحاول أن يسيء إليكم أو يحاول أن يقصيكم، فإننا نقول بأن الفكرة لا تموت وأن الفكرة باقية بإذن الله ما بقي في كل الذين يؤمنون بها ويعتنقونها. عرق ينبض ودم يسيل في شرايين تحمل في جينات جسم الذي يحملها إيمانا بهذا الوطن وبقضيته وبأحقية أبنائه في العيش الكريم والبناء والمضي قدما بإذن الله من أجل حياة كريمة لشعبنا. إننا نقول بأن القضية كما ذكرنا في تغريدة سابقة بالنسبة لنا ليست قضية حزب وسلطة، وإنما قضية وطن ودين. وطننا وشعبنا مقدم على كل حزب، ولذلك نقول بأننا سنمضي بإذن الله ثابت الخطى مرفوع الرأس ثابت الجنان، لا نخاف ولا نتراجع، ولكننا نقول بأننا نوطئ أكنافنا لشعبنا. ولذلك عندما أراد شعبنا التغيير، وقد قلنا سابقا أن الثورة عندما تأتي فإن قيادات المؤتمر الوطني ستكون أول من يؤمن بالتغيير، والتغيير سنة الحياة. أن تخرج من حكومة هذه ليست قضية، الحكم ليس دائما، وسنة الحياة دائما هي التغيير، لكن الذي يدوم هو أن تؤمن بفكرة وتعمل من أجلها. فكرتنا المركزية قضية عقيدة ودين ووطن، سنمضي بإذن الله فيها نبني هذا الوطن. سواعدنا مع سواعد من يريد البناء، عقولنا وأفكارنا مع من يريد أن يفكر لمصلحة هذا الوطن وهذا الشعب. لا يهمنا من يريد أن يقصينا من الحياة السياسية، فالإقصاء غير ممكن، وإن كان ممكن لما حدث اليوم ذلكم التغيير في هذا الوطن. أقول بإذن الله سنمضي في كل ولايات السودان حزبا كبيرا عملاقا رائدا لوطن قائد ورائد، رجالا ونساء، شيبا وشبابا. سواعد شباب المؤتمر الوطني هي سواعد هذا الوطن، يبنون مع إخوانهم وأخواتهم مستقبل هذا الجيل. وعندما نقول ذلك نحن نفكر لوطن غدا يسع أبناءنا ويحمل بين طياته فلذات أجبادنا
ويعيش بين ظهرانيه أحفادنا. رسالتنا للقوى السياسية جميعا في الحكومة كانت أو المعارضة أن الإقصاء لا يبني وطنا، وأن النظرة الأحادية لن تفلح في أن تبني وطنا وإن كنت تمتلك كل المفاتيح، إنما مفاتيح البناء هي التي يلتف حولها كل أبناء الوطن، ليس بالطبع حول فكرة واحدة وإنما حول قضية واحدة، هي قضية أننا نريد أن نبني سودانا معافا، سودانا ديمقراطيا حرا ننعم فيه بالحرية والسلام والعدالة. ولكن ليس السودان شعارات، نتحدث عن الحرية ونحن نكبت الحريات، نتحدث عن العدالة ونحن نمارس الجور والظلم. وأقول لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي قيادات المؤتمر الوطني وعضويته الممتدة في كل أرجاء هذا الوطن، لا تلتفتوا إلى من يحاول أن يسيء إليكم، نسمع نعوتا نستغربها ولغة لن نمارسها وإقصاء لم نرى مثله من قبل، وإن اتهمنا قبل ذلك بالإقصاء استخدموا لغة تليق بشعبنا، عندما نخاطب باللغة النظيفة الجميلة فإننا نتحدث لغة شعبنا ولا نوجه كلمات لآخرين نعتبر أنهم قد أساءوا إلينا. شعبنا شعب قامة، شعب شجاع، شعب غيور، شعب صعب إذا غضب ولكنه لين العريكة، امتاز بالكرم والشجاعة ونظافة الكلمة. لن نستخدم كلمات تسيء إليه، وإن أساء إلينا البعض لا نقول بأننا سنقدم خدنا الأيسر إذا صفعنا على الأيمن، فهذا لن لا يفعله إلا الضعفاء، لكننا ننادي إخواننا وأخواتنا في القوى السياسية تعالوا إلى كلمة سواء لنبني هذا الوطن. شكرا جزيلا، وحتى نلتقي بإذن الله الثلاثاء القادم حول شتى القضايا التي نريد أن نتحاور حولها في 8:30. وأذكر الثلاثاء القادم لكم مني كل التحية والحب والاحترام، ولقياداتنا وعضويتنا الممتدة في كل أرجاء السودان، اصبروا وصابروا وتحملوا وابنوا وطنكم مع إخوانكم وابنوا حزبكم حزب رائد لوطن قائد. شكرا جزيلا.